عليكم العافية. متابعينا الأكارم، أصبحنا نرى بعد كل هذه السنوات وهذه الحروب أجساد تمشي وهي عبارة عن حاويات من عظم ولحم يحمل في طياته الكثير من الأمراض النفسية وأعراض القلق والتوتر والاكتئاب، تكابر لتظهر نفسها بالشكل الصحيح. لذلك استضفنا في هذه الحلقة طبيب نفسي سوري متخصص في الطب النفسي ليشرح لنا بعض هذه الأمور والنصائح ونضحط بعض الأفكار الخاطئة عن الطب النفسي. نرحب معا في الطبيب الضيف في هذه الحلقة. أهلا وسهلا دكتور إسماعيل، كل عام وأنتم بخير. أنتم بخير، حياك الله. حلقتنا هذه الأسبوع عن الصحة النفسية، وإن شاء الله يكون الحديث معك شيق، والطب النفسي طبعا صار ضروري لنا. دكتور، في استطلاع نفذوا مراسلين حلب اليوم في سوريا في أحد مراكز، نشوفه ونرجع لنقاشنا. نعم. هلا بصراحه تقييم الوضع بشكل عام، تقييم الوضع النفسي انه هو سيء بسبب كثره المشاكل النفسيه، بسبب الظروف المحيطه بالمجتمع. طبعا كلياتنا بنعرف انه الظروف صعبه على كل السوريين، فالمراكز التوزع الجغرافي بمناطق محرره قليل كثير، يعني صعوبه مواصلات على الناس للوصول للمراكز، في قلة بالكوادر، قلة بالأطباء النفسيين النادرين كثير يعني بالحقيقة، المعالجين النفسيين المؤهلين والمدربين كمان قليلين كثير. هلق بالنسبة للمشاكل النفسية، في عنا اضطراب القلق، هو في كثير مراجعات، هو بالرقم واحد بيجي. في اضطراب الاكتئاب، في اضطراب الشدة ما بعد الصدمة، هو كمان منتشر كثير. هو يعني الاضطراب اللي بيحصل بعد ما يتعرض الإنسان مثلا لصدمة كبيرة، ونأكل يعني الظروف فيها كثير صدمات، مثل النزوح، فقد شخص من الأحبة مثلا، صدمات يعني مثلا المشاكل المادية المتكررة اللي عبصب الناس نتيجة النزوح، تغير الوضع الأمني. وفي الاضطرابات النمائية عند الأطفال كمان بيراجعونا كثير فيها، هاي طبعا بتصير نتيجة فقد العائلة مثلا، فقد المدرسة، فقد الأقران. هلا في اضطراب الشدة ما بعد الصدمة، وهو اللي بيصير نتيجة الحروب أكثر شيء، ومناطق الصراع والتوتر. في اضطراب الاكتئاب، طبعا اضطراب الاكتئاب كان في حالات، ولكن في حالات جديده وعم تختلف درجاتها، عم بتصير نتيجه فقد المنزل، فقد الاحبه، في النزوح المتكرر، عدم وضوح اي رؤيه للمستقبل، كثره الافكار السلبيه، الافكار الشد ورخي الافكار، يعني بشكل عام التوتر عند الناس نتيجه تفكير بالمستقبل وعدم وضوح المستقبل. هلا بشكل عام الصعوبه الاكبر هي المساحة الجغرافية الواسعة وقلة المراكز اللي بتخدم بهالمجال هذا. فرضاً نحن عم يجينا مرضى من المعرة، من مناطق بعيدة تبعد مثلاً 100 كيلومتر نتيجة نقص المراكز بهذيك المناطق، المواصلات عم بتكون صعبة على الناس. غير هيك في نقص بالكوادر، الكوادر المتأهلة، خصوصاً المعالجين النفسيين المتأهلين اللي عندهم خبرة واسعة بهالمجال، نقص بالأطباء النفسيين بهالمجال. في أيضاً موضوع إنه وصمة العار المرتبطة بهالموضوع هذا عند أغلب الناس، يعني وهالناس هاي شيء غير مبرر، يعني مرض نفسي مرض مثله مثل غيره، فعادي كثير إنه يكون عندك مرض نفسي، اكتئاب، قلق، غيره، إنك تتعالج. إيه، فأغلب الناس عم تترى عم يكون عنده تردد، عم يكون عنده خجل إنه تراجع المركز، إيه ما عم يصلونا إلا بمراحل متأخرة كثير من المرض، وعم يتم التعامل معها. أعزائي المشاهدين، هذا البرنامج يأتيكم عبر قناة حلب اليوم برعاية الجمعية الطبية السورية الأمريكية سامس. دكتور إسماعيل، عن الصحة النفسية تعريفها، وإذا كان لديك بعض القيم عن الصحة النفسية في سوريا قبل 2011 وبعد 2011. نعم، حياكم الله جميعا. أهلا وسهلا دكتور، شكرا لكم على هذه الاستضافة. أهلا وسهلا دكتور، وإن شاء الله عز وجل تكون هذه الحلقة فيها بعض المعلومات اللي ممكن تكون مفيدة لمتابعينا ومشاهدينا إن شاء الله. في البداية إذا بنشوف تعريف الصحة النفسية حسب منظمة الصحة العالمية، تمام، فمنظمة الصحة العالمية تحدثت عن الصحة ابتداء فقالت هي أنه هي اكتمال السلام بدنيا وعقليا، تمام، وليست هي حالة الخلو من المرض، تمام. أما بالنسبة للصحة النفسية فعرفتها منظمة الصحة العالمية بأنها هي حالة من العافية اللي بيكون فيها الشخص مدرك لمهاراته إمكانياته، بيكون فيها الشخص قادر أنه يتعامل مع التوترات بحياته، التوترات اليومية العادية، تمام، اللي بيصادفها بحياته والضغوط اللي بيعيشها، وقادر فيها الشخص أنه يكون منتج ومسهم في بناء مجتمعه. فإذا عنا ثلاث عناصر تحدثت عنه منظمة الصحة العالمية في تعريف الصحة النفسية، ليس فقط إذا كان الشخص ما عنده اكتئاب أو ما عنده قلق فهو صحيح من الناحية النفسية، تمام، إنما إدراك الإمكانات،
القدرة على التعامل والتكيف مع التوترات والضغوطات اليومية والحياتية الطبيعية الاعتيادية. تمام. الاعتيادية تماما، والإسهام ببناء المجتمع والفعالية الاجتماعية والوظيفية. تمام. بالنسبة لمفهوم الصحة النفسية حقيقة مع الأسف نحن في سوريا تماما قبل 2011 وإلى الآن، طبعا بعد 2011 صار الوضع أكثر وضوحا، في قلة أكثر وضوحا حيث الأعداد والأرقام. نعم تماما. في قلة من الناس المختصين في مجال الصحة النفسية تماما، والعاملين في مجال الصحة النفسية تماما، وفي بعض الأفكار المغلوطة والخاطئة المنتشرة على المستوى الشعبي في التعامل مع مشاكل الصحة النفسية في المجتمع. خلينا نحكي التحكي، أنت حكيت جملة مفيدة وحلوة، اللي بدهم يشتغلوا بالمجال الصحة النفسية. نعم. من هم المؤهلين بصدق للعمل في مجال الصحة النفسية؟ نعم، من يعمل في مجال الصحة النفسية في الطبيب النفسي، في الاختصاص النفسي، وفي المعالج النفسي. تماما. الطبيب النفسي هو شخص دخل في كلية الطب البشري، تماما، أنهى دراسة الطب البشري، ثم تخصص في مجال الأمراض النفسية. تماما. هو قادر على متابعة الحالات وتقديم العلاج الدوائي المناسب هذا الاختصاص الحالات. في سوريا موجود. نعم موجود. تماما. في عنا في سوريا نحن كان في اثنين مشفيين بيقدموا التابعين لوزارة الصحة سابقا أتكلم. تماما. هي مشفى ابن سينا في دمشق ومشفى ابن خلدون في حلب. تماما. وفي شعب الأمراض النفسية في مشفى المواساة في دمشق. تماما. مع الأسف، ولكن ما كما ذكرنا أنه في عدد قليل جدا من الأطباء صحيح. النفسيين العاملين كانوا قبل 2011، بعد 2011 قل العدد أكثر خاصة في الشمال السوري. تمام. طيب بالنسبة للاختصاص النفسي تمام. تماما دكتور أيمن، بالنسبة للاختصاص النفسي هو شخص درس في كلية التربية قسم الإرشاد النفسي أو قسم علم النفس، وهو قادر على تقديم الاستشارات النفسية والإرشاد النفسي للحالات التي تحتاج. هذا الاختصاص النفسي إذا كان مدرب على تقديم العلاج النفسي، وهي خدمة إضافية تماماً، وهي خدمة أكثر تخصصية تماماً من الإرشاد، فإذا كان مدرب على تقديم العلاج النفسي وهذا التدريب في عليه إشراف في أحد مشرف عليه لتقديم هذا العلاج، فهو شخص يقدم العلاج النفسي تماماً، وهو أحد العناصر اللي ضمن فريق الصحة النفسية تماماً. في بعض الدول في حتى في التمريض في اختصاص تمريض نفسي، تمريض لكن نفسي. عنا ما غير موجود، ما موجود غير موجود في بلادنا. إذن في بعض البلاد العربية تماماً موجود هذا الكلام. المؤهل لإعطاء الخدمات النفسية هو الطبيب النفسي أو من درس كلية التربية علم نفس أو إرشاد نفسي. الآن صرنا نشوف مثلا موضوع الدعم الاجتماعي والأسري، أيضا يدرسوك جماعة كلية العلوم الاجتماعية. نعم. هل هذا يعتبر ضمن فريق النفسي؟ تمام. بصراحة دكتور أيمن، في عنا نحن شيء تخصصي وفي شيء غير تخصصي. تماما. فخدمة الدعم النفسي سايكوسوشال سبورت هي تماماً خدمة غير تخصصية. غير تخصصية. بشرط أنه الشخص اللي يخضع لدورة نعم تدريبية في هذا المجال تمام شو هو الدعم النفسي وكيف بيقدم خدمات الدعم النفسي، ونفس الوقت الأفضل أن يكون في عليه إشراف. تماما. الإشراف بيكون من الاختصاص تماما، سواء كان الإخصائيين النفسيين أو الأطباء النفسيين. تماما. فهذول بيقدموا خدمات الدعم النفسي تماما، واللي هي خدمات يحتاجها المجتمع في كل أوقاته، خاصة في أوقات الأزمات تزداد الحاجة إليها كثيرا تماما. في أوقات الأزمات الحروب والكوارث الطبيعية وغيرها من الأزمات اللي ممكن تكون أزمات فردية أو أزمات مجتمعية. دكتور، عم نشوف بعض المراكز تقدم خدمات الدعم النفسي يعني أشبه بخلينا نقول سوبرمان نفسه. نعم. يعالج كل شيء قريب حتى مش عاوزة. نعم. فما هي حدود الطب النفسي؟ نعم. تمام. في هذا المجال الله يجزيك خير دكتور أيمن على هذه النقطة. في فكرة عند الناس إنه أنا إذا راجعت حدا إله علاقة بالصحة النفسية، إذا تمام راجعت طبيب نفسي أو راجعت اختصاص نفسي، فهذا الشخص قادر إنه يحل لي مشكلتي وكل مشاكل الحياتية اللي ما فيها خلال جلسة مدتها 45 دقيقة أو تمام مدتها ساعة. تمام. هذا الكلام فكرة خاطئة ومغلوطة عن العاملين في مجال الصحة النفسية. تمام. حقيقة الطبيب النفسي أو الاختصاص النفسي هو شخص يسمع من هذا المنتفع أو هذا المريض أو هذا الشخص المستفيد، ثم فيما بعد يحاول هو أن يناقشه في الأعراض الموجودة عنده أو في الحال اللي موجودة عنده أو في المشكلة اللي موجودة عنده، ليحاول أنه يدله ويكون عون له باكتشاف نقاط القوة اللي موجودة عنده، كيف هو يساعده في أنه كيف ممكن يتعامل مع هاي المشاكل الحياتية أو المشاكل اليومية اللي بيراجعها أو اللي بيعاني منها. طبعا. النقطة الأساسية عند الشخص هي قدراته الذاتية. الشيء اللي بيقدمه المريض الطبيب أو الاختصاصي هو محاولة مساعدته في استخدام هذه القدرات، في استخدام الموارد المتاحة في البيئة، في تثقيفه نفسياً إله ولعائلته حول المشاكل اللي عم يمر فيها أو الأعراض اللي عم يعاني منها هو أو يعاني منها الوسط المحيط. دكتور، أليست هذه الصورة الذهنية للمريض سببها الإعلانات الضخمة للدعم النفسي وغيره وقدرته على حل كل هذه المشاكل؟ نعم.
هلا مع الاسف مجال الصحه النفسيه صار في خلط لبعض الامور احيانا. بعض الناس شغالين بالبرمجه اللغويه العصبيه، بعض تمام. الناس شغالين بالتدريب، فبصير في نوع من المبالغه في الامكانيات. امكانياتهم هن كاشخاص تمام. بنفس الوقت في مفاهيم خاطئه عم يبثوها عن ما يستطيعون ان يقدمونه للمراجعين. هذول ما هذول خارج اطار العمل في الصحه النفسيه. مثل ما ذكرنا العاملين في الصحه النفسيه هنا صحيح دكتور، لكن المريض لا يفرق النفسيين. لما المريض عم يقرا الدعم النفسي في احد المراكز عم يتخيل انه هي حلول لكل مشاكله. هذا هاي من 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 مهمه من النقاط الاساسيه اللي نحن بناكد عليها في موضوع الدعم النفسي وموضوع الاختصاص النفسي، انه لا تبالغ في اظهار امكانيات هي ما موجوده عندك، بنفس الوقت لا تعطي وعود غير واقعيه تمام. للاشخاص تمام. فهاي يعني هاي خلينا نقول نقاط أساسية لا يجوز أنه يقع فيها الشخص اللي بيقدم خدمة نفسية. دكتور، هل برأيك مثلا مهنة الطب النفسي أو مهنة العلاج النفسي كانت تتطلب تنظيم وأصبحت الآن تتطلب تنظيم أكثر؟ حقيقة أي عمل له علاقة بصحة الناس سواء الصحة الجسدية أو الصحة النفسية بحاجة إلى تنظيم، بحاجة إلى في مجال الصحة النفسية يحتاج الأمر تنظيم أكثر. ليش؟ لأنه الصحة النفسية بشكل عام في انعكاس للظروف الحياتية المختلفة اللي بيعيشوها الناس، فإذا كان قطاع الصحة النفسية له تنظيم بحيث أنه يقدر يعمل شبكة يقدر يربط هؤلاء المرضى بالخدمات المتاحة في البيئة. نحن دائما نشجع على أنه نربط المرضى أو المراجعين الخدمات المتاحة في البيئة، خدمات سواء اجتماعية قانونية تعليمية مهنية أيا كان. فأنت إذا كنت أنت منظم يعني القطاع الصحة النفسية منظم وقادر أنه يكون عنده هاي الشبكة اللي يوزع فيها هؤلاء المرضى على أن على الخدمات الموجودة، فهذا أمر يعني أساسي، يعني يعطي تسقيف صحي نفسي صحيح. نعم دكتور، خلينا ندخل ببعض الحالات. نعم. أو خلينا ندخل بأول حالة يمكن يواجه المريض. المريض لا يراجع الطبيب نفسه مشان ما ينقال عنه مجنون. نعم. هل هذا واجهته الموضوع؟ والله بصراحة أنا هاي الجملة سمعانا من كثير من الناس تمام. اللي راجعوني تمام. حقيقة مع الأسف في مفهوم خاطئ عند الناس، وأحد أسباب هذا المفهوم أو تكون هذا المفهوم هو ما كان يبث على وسائل الإعلام. نحن نذكر أنه كثير من الأفلام السينمائية خاصة في السينما المصرية كانت تصور المرضى النفسيين أنه هني الناس المجانين. أول شيء هذا المصطلح نحن في مجال الطب النفسي لا نستخدم هذا المصطلح أبدا، هو مصطلح غير علمي بالنسبة لنا. صح. صح. الناس أي شخص عنده معاناة شديدة أثبت على حياته، أثبت على علاقته بأهله، أثبت على أدائه المهني، أثبت على أدائه الوظيفي، أم بطلت تهتم بأولادها، بطلت تطبخ، بطلت تشتغل في البيت، بطلت تنظف البيت، أب مسؤول عن أسرة بطل يروح على العمل بسبب معاناته النفسية. فأي شخص صار عنده معاناة نفسية أثبت على حياته اليومية، أثبت على فعالياته الاجتماعية، أثبت على فعاليته المهنية، هذا شخص من الأفضل بل من الواجب أنه يراجع حدا له علاقة في الصحة النفسية سواء طبيب نفسي أو اختصاصي نفسي. شخص هو ما نحاسس بالمعاناة لكن الوسط المحيط فيه بدأ يحس. بعد الحالات مثل حالات الذهان أو حالات ثنائي القطب هي حالات المريض نفسه ما بيكون مستبصر، يعني ما بيكون مدرك لأنه هو مريض، لكن الوسط المحيط بلاحظ أنه في عنده شيء يعني يحتاج إلى استشارة نعم. نفسية نعم. فهذول كمان من الأشخاص اللي بيراجعوا العيادات الصحة النفسية. بس نقطة دكتور أيمن، بس للتوضيح بس أنه الطبيب النفسي مثل ما قلنا هو درس كلية الطب وبالتالي تمام. هو الشخص الذي يصف الدواء تمام. ويقدم الخدمة العلاجية الدوائية المرتبطة بأنه هو يصف الدواء المناسب للحالي ثم بتابع هل الدواء تحسن عليه المريض بحاجة للتعديل ولا لا. أما الاختصاص النفسي هو شخص يقدم خدمة العلاج النفسي أو خدمة الإرشاد النفسي أو الاستشارة النفسية، ولكنه هو شخص لا يصف الدواء لأنه هو ما درس في يعني الأدوية ولا يعرف عنها، ممكن يكون عنده ثقافة بسيطة عن الأدوية. فهذا فرق طبعا اثنيناتهم مهمات واثنيناتهم ضروريات. إعطاء الدواء بيد الطبيب النفسي حسنا. نعم نعم، اثنيناتهم مهمات ضروريات لأنه بالعموم بمجال الصحة النفسية العمل بيكون ضمن فريق، يعني الطبيب مسؤول عن شيء، الاختصاص النفسي عن شيء، أحيانا بيكون موجود في اختصاص اجتماعي أيضا تماما. لأنه في أهمية للوسط الاجتماعي، أهمية بالغة بموضوع الصحة النفسية تماما. يعني يبدو أنه الموضوع لازم تشبيك أكثر بين هذه التخصصات. نعم. والفروق بيناتها كثير ضئيلة ولذلك نعم. لازم يكون في نقاط مكتوبة نعم. لفرز هذه الأمور. دكتور عنا فاصل، بعد الفاصل إن شاء الله نتابع الحديث. أعزائي المشاهدين بعد الفاصل نتابع الحديث عن موضوع الطب النفسي ومحاور الحلقة، ابقوا معنا. أعزائي
أعزائي المشاهدين، نتابع معكم محاور هذه الحلقة عن الصحة النفسية التي تأتيكم عبر برنامج عليكم العافية المقدم من قناة حلب اليوم برعاية الجمعية الطبية السورية الأمريكية سامس. دكتور، موضوع الأزمات أو الصدمات ما بعد الأزمات أو الشدة ما بعد الصدمة، كيف تأثر على الناس، ردود أفعالها؟ دكتور أيمن، بصراحة الأزمات أو الصدمات إذا بدنا نجي للتعريف، إنه هي حدث مفاجئ غير خارج سياق الحياة اليومية المألوفة بالنسبة للشخص. غالبا بكون ردة الفعل عليه من قبل الشخص هي إما العجز أو الفشل، لأنه الحدث كان أكبر من استعداده وأكبر من خبرته. مع الأسف من الأحداث الصادمة متكررة على شعبنا السوري. وما هي حدث واحد عاشه في حياته. طبعا الأحداث الصادمة أو الأزمات ممكن تكون طبيعية مثل الزلازل والبراكين، ممكن تكون من صنع البشر اللي هي الحروب وما ينطوي داخلها من أزمات وصدمات، لأنه الحرب وما يتعرض له شعبنا السوري الآن هو من أزمة أو من صدمة هو متكررة ومتعددة. فعندك أزمة القصف والتهديد بالقتل، الاشتباكات، أزمة النزوح والهجرة وتغير البيئة الاجتماعية اللي عايش فيها الشخص، فقد الأحباء، فقد البيت، فقد مصدر الدخل. هاي كلها من الأزمات والصدمات اللي بيتعرضوا لها الناس في فترات الحروب أو فترات الصراعات. طبعا من النقطة اللي بدنا نحطها بعين الاعتبار، إنه بما إنه هذا الحدث هو حدث صادم، هو حدث غير طبيعي، هو حدث مفاجئ وغير متوقع، فبالتالي من المتوقع ومن الطبيعي إنه يكون في عنا ردود أفعال غير طبيعية لهذا الحدث. ردود أفعال ما بتظهر بالحياة اليومية، إنما اللي بسبب الحدث الصادم ظهرت هذه ردود الأفعال. وبالتالي لما بتظهر هذه ردود الأفعال ما منقول إنه هذا الشخص مريض، إنما الشخص تعرض لحدث صادم من المتوقع والطبيعي إنه يظهر عنده ردود أفعال مختلفة غير طبيعية لهذه الأحداث الصادمة. طبعا تتنوع هذه ردود الأفعال وتختلف من شخص لآخر. فهناك اختلافات مرتبطة بالمراحل العمرية، فردود الأفعال مثلا عند الأطفال مختلفة عن البالغين. طيب، خلينا نحكي عن البالغين. شو العمل لتجاوز هذا التأثير؟ طب ممكن شو النصائح؟ نعطي لمحة بسيطة عن ردود الأفعال وبعدين نروح على العمل. من ردود الأفعال طبعا بالمرحلة الأولى من التعرض للصدمة بتكون ردود الأفعال واضحة وشديدة، فيما بعد بصير ردود الأفعال أقل وضوحاً. وفيما بعد بيوصل الشخص، البعض قال في أربع مراحل بيمر فيها الشخص، المرحلة الحادة اللي هي مرحلة الأولى، بعدين مرحلة رد الفعل اللي تظهر فيها ردود الأفعال بشكل واضح، بعدين هي المرحلة الثالثة اللي هي مرحلة التأقلم، وبيصل للمرحلة الأخيرة اللي هي مرحلة استعادة السيطرة على الوضع، بمعنى العودة إلى التعافي اللي يعني كان العودة إلى الوضع الطبيعي. وليس اختفاء الحالات وظهورها ببعض الأحيان، لا، العودة إلى الوضع الطبيعي بأكبر صورة ممكنة. طبعا ردود أفعال ممكن تكون ردود أفعال جسدية، آلام معدية، صداع، إسهال، إقياء، آلام في أسفل الظهر، آلام غير مفسرة معممة. ردود أفعال نفسية مثل الخوف، الغضب، القلق، التوتر، العصبية الشديدة، الاستثارة المزاجية، مثل ما بقوله واقف على تمام. طيب دكتور، خلينا عن الآلام الجسدية. إذا أحيانا ممكن يكون في آلام جسدية مرافقة لمرض نفسي لا يوجد لها سبب عضوي. تماما. دكتور أيمن، في نقطة كتير مهمة، العلاقة بين الجسد والنفس هي علاقة مؤكدة. ونحن مثل ما بتعرف أنت حضرتك لما درست، لما كنت بدك تروح الامتحان مثلا، أو أنت أحد من الأصدقاء، في عنا أعراض جسدية تظهر عنا لما بنروح على الامتحان. واحد قلبه بدق، واحد بيتعرق أو بيشحب، أحيانا بعض الناس بصير عنده لعية نفس أو غثيان أو إقياء نتيجة التوتر. فهذا هو التعبير الجسدي عن القلق. وهون نفس الشيء، المشاكل النفسية أو الاضطرابات النفسية أو ردود الأفعال على الصدمات ممكن تتظاهر بشكل جسدي وليس بشكل نفسي. إذن مرحلة، أربع مراحل لردود الأفعال تنتهي بأحيانا زوال هذا الشيء، العودة إلى التعافي أو السيطرة على الوضع. ممكن مثلا بالعلاج نوصل لمرحلة التعافي بسرعة؟ هون نقطة أساسية دكتور، نحن هون هدول مثل ما قلنا، هدول ما هم مرضى، هدول مثل ما قلنا حالة ردود أفعال. تماماً، ردود أفعال طبيعية ومتوقعة على أحداث غير طبيعية. فهي ردود أفعال من المتوقع أن تظهر. الشيء الأساسي اللي ننصح بهذا الشيء هو ما الدعم النفسي. شو هي أساسيات الدعم النفسي؟ من أساسيات الدعم النفسي التثقيف النفسي، أنه نحن نثقف الناس اللي بمروا بهذه المرحلة على أنه من الطبيعي أنه أنت تحس ببعض هذه الأعراض. فلما يصير عنده معلومة أنه ممكن يصير عنده هذه الأعراض، فبكون ردة فعله تجاه هذه الأعراض أخف، وبيدرك أنه هي مرحلة حادة وممكن أنها تمر. نقطة الثانية، التواصل الاجتماعي، شبكات الدعم الاجتماعي. كتير مهمة شبكات الدعم الاجتماعي. أنا أذكر في دراسة هي من أطول الدراسات اللي أخذت مدة زمنية،
جابوا مجموعة من الناس ودرسوهم على مدى سنوات تفوق 50 سنة، وجدوا أن هن الأشخاص اللي تمتعوا بأفضل صحة نفسية مين؟ أن الأشخاص اللي كان عندهم دعم اجتماعي تماماً. واللي كان عندهم تواصلات اجتماعية مع الناس الذين يثقون فيهم. ونحن أغلبنا عندنا أشخاص لما نتواصل معهم نرتاح، نحس بالمساندة، نحس بالدعم، نحس بأنه هدول بالنسبة لنا سند لنا، دعم لنا. من النقاط الأخرى أيضا هو موضوع تنظيم النوم. تمام. لأنه زيادة النوم ممكن تكون آلية تكيف سلبية لمواجهة الأحداث الصادمة. تماما. والانتباه لآليات التكيف السلبية اللي ممكن الناس يلجأوا لها واللي نحن منحذر منها. من آليات التكيف السلبية اللي ممكن نشوفها هي زيادة التدخين. تماما. اللجوء إلى تناول الكحول أو المواد الإدمان. هاي من آليات التكيف السلبية اللي كتير مهم إنه ننتبه لها وإنه ننبه الناس إلى إنه هاي ما طريقة مناسبة للتعامل مع الأحداث الصادمة. بما إنه عم نحكي عن هالموضوع هذا، هل بدأت تلاحظ بعد 2011 مثلاً لجوء الناس أو لجوء الشباب أو لجوء حتى من يعانون شدة إلى المخدرات؟ نعم، حقيقة مع الأسف الأمر يحتاج إلى إحصائيات. تمام. سمعت صحيح. حقيقة سمعت. أنت كممارس؟ نعم. هل سمعت عن وجود حالات؟ تمام. تراجع بعض المراكز في الداخل السوري. وعن زيادة انتشار تناول بعض مواد الإدمان. تماما. حقيقة سمعت هذا الشيء. سمعت أم رأيت أم هناك إحصائيات؟ أم إحصائيات؟ لا يوجد إحصائيات. لا يوجد إحصائيات. لكن سمعت من أطباء ممارسين، أطباء في تواصل بيني وبينهم في الداخل السوري، عن مراجعة حالات تتناول مواد الإدمان في الداخل السوري. حقيقة خارج سوريا مثلا، أنت هنا في تركيا ضمن المعالجات. في تركيا شاهدت بعض الحالات، لكن يعني ما وجدت أنها كثيرة الانتشار حقيقة. تمام. الأمر دكتور أيمن، مشكلتنا الأساسية كانت سابقا في مجال الصحة النفسية هي ضعف الإحصائيات. ضعف الإحصائيات. تمام. فلما أنت ما يكون عندك معلومة إحصائية مناسبة ما بتقدر تقدر مدى انتشار هذه الظاهرة. تمام. عموما نجد أنه في حالات الشدات والأزمات يلجأ الناس أحيانا كآلية تكيف سلبية للتعامل مع هذه الشدة اللي بيعانوا منها أو الحزن أو الألم الشديد اللي عنده، الألم النفسي يعني الشديد، إلى تناول مواد الإدمان أو تناول الكحول. وهذا أمر قد يدخله في حلقة الإدمان أو الاعتماد. دخلنا في حلقة أخرى. نعم. دخلنا في حلقة أخرى. دخلنا في اضطراب. دخلنا في اضطراب. نعم. دكتور، هل الأطفال في هذا الموضوع؟ نعم. خصوصيات؟ طبعا. اضطرابات الشدة ما بعد الصدمة. نعم. اضطراب الشدة ما بعد الصدمة بس للملاحظة دكتور هو اضطراب. تمام. وهو يعني خارج هذه الأعراض، هو عنده جزء من هذه الأعراض اللي تكلمنا عنها، ولكن هو اضطراب بحاجة إلى تدخل مختلف عن الدعم النفسي. تماما. بالنسبة للأطفال، الأطفال بسبب مجموعة من الخصوصيات تكون عندهم ردود أفعال مختلفة حسب العمر. فمثلا الأطفال، من الأمور اللي قبل ما نتكلم عن ردود الأفعال، من الأمور اللي مميزة بالنسبة للأطفال، الأطفال مصدر الرعاية منه الإيلومين هي الأسرة اللي هي الوالد والوالدة. لما بتكون هاي الأسرة ما قادرة تقدم الرعاية المناسبة بسبب ظروف الحرب، فهذا الأمر رح يكون كتير له أثر نفسي. لما بيكون الطفل عم يتحمل مسؤوليات أكبر من عمره، تمام، هذا له أثر نفسي على الطفل. لما بيكون الطفل عم ينزح تتغير البيئة اللي عايش فيها، يبطل يروح على المدرسة، يبطل والده يعطيه الاهتمام اللي كان يعطيه من قبل الأزمة والحرب، هذا الأمر رح يؤدي إلى أنه تظهر عنده بعد ردود الأفعال نتيجة الأزمات والصدمات. طبعا ردود الأفعال إذا قلنا الأطفال اللي همني ما قبل سن المدرسي، يعني حتى عمر السادسي، من ردود الأفعال الملاحظة هو التعلق الشديد بالوالد أو الوالدة حسب اللي موجود بالأم أو الأب، التعلق الشديد فيهم وعدم التزحزح من عنهم، يعني دائما متعلق بالأم تماما، حتى بينام معه، حتى كان من قبل ينام بغرفة لحاله الآن رفض هذا الشيء. الشيء اللي نسميه نحن بالاختصاص النفسي هو النكوص، راح نشرحه. الطفل كان ما عنده نظف، ما عنده تبول ليلي. تماما. بعد الأزمات والصدمات رجع لموضوع التبول اللا إرادي أو مص الإصبع. تماما. هاي كمان من الأعراض اللي ممكن إنه نشوفها. أحيانا ما عاد بده يلعب الطفل أبدا، ودائما يعني بتحس في عنده ما عنده طاقة. هذا أمر بنشوفه عند هؤلاء الأطفال. الأطفال الأكبر اللي هن بعمر المدرسي، فينا نقول من 7 إلى 12 سنة، هؤلاء الأطفال بننتبه لعدة نقاط. أول شيء موضوع ضعف التركيز والانتباه، وهذا شو بيأثر دكتور أيمن؟ هذا بيأثر على الأداء الأكاديمي. فهدول الأطفال عم يروحوا على المدرسة بس تحصيلهم الدراسي ضعيف رغم أنه عم يروحوا على المدرسة. أجساد. ليش؟ حاويات حاملة بين طياتها. ليش؟ ليش؟ لأنه الدماغ عم تشتغل مناطق
المناطق التوتر، ما هي المناطق المسؤولة عن تحصيل الأكاديمي، ما هي المناطق المسؤولة عن يعني تخزين المعلومات، ومن ثم إدخال هاي المعلومات في حلقة يعني التفكير وحلقة الإدراك. فبالتالي الطفل عمي مثل ما بقوله انه عايش هذا الطفل بس دماغه ما انه شغال بشكل كامل، بشغل النقاط منه. لذلك كتير مهم الانتباه لموضوع المدرسي في حالة الأزمات وحالة الصدمات، وكيف ممكن يكون المدرسي عامل كتير مساعد من الناحية الأكاديمية ومن الناحية النفسية لهؤلاء الأطفال في التعافي من آثار الصدمات. طبعا الأطفال بصير عندهم فكرة انه الطفل بينظر للكون من خلاله، فبالتالي بيعتقد نفسه هو السبب، هو المذنب. هاي نظرة أخرى. تماماً. هو المذنب، هو السبب بالشيء اللي صار. تماماً. فبالتالي هاي ممكن نشوفها عند بعض الأطفال، خاصة أحياناً في حالة الموت. فقط أحد الوالدين. هاي حالة تفكير طبيعية للطفل. أما فقط يعني لا، معنى حالة تفكير الطفل ما بيكون عنده التجريد مكتمل. تمام. فبالتالي هو بيعتبر إنه هو السبب بالشيء اللي عم يصير. يعني هالطفل اللي عنده هذا الفكرة. طبيعي. اللي عنده الفكرة هو الطفل الطبيعي أم الطفل الذي يعاني الشدة بعد الصدمة؟ لا، هذا الطفل الطبيعي بس مو بحدث صادم. بس مو بحدث صادم. تمام. يعتقد إنه الكون كله من خلال. نعم، يعتقد إنه هو السبب ببعض الأحداث اللي صارت بالبيت، بالرغم إنه هو ما هو المسؤول عنه. تمام. مثل فقد أبوه مثلاً. تمام. إنه هو مثلاً ما تصرف بشكل منيح لذلك أبوه مات. تمام. هاي فكرة ممكن نشوفها عند بعض الأطفال. هلا المراهقين أو اليافعين اللي عمرهم فوق 12 سنة، 12 إلى 18 سنة، ممكن نشوف عندهم نوع من التمرد، ممكن نشوف عندهم نوع من التهور، مثل قيادة السيارة بدون يعني بدون حفاظ على السلامة، ممكن استخدام المواد الإدمان مثل ما حكينا والكحول، هذا ممكن نشوفه عند المراهقين واليافعين. طيب بعد الأزمات. دكتور، نحن في المرض الطبيعي العضوي نلجأ لصورة أشعة، نلجأ لتحليل المخبر حتى نعم. نشخص المرض. هل هناك مقاييس نفسية سهلة نعم. يمكن من خلال كشف الشدة أو اضطرابات الشدة ما بعد الصدمة؟ هلا حقيقة دكتور أيمن، الشيء اللي بدنا ننتبه له إنه هاي ودود الأفعال هي ودود أفعال تظهر بعد الصدمات. تمام. نحن بالأساس في مجال العمل النفسي في عنا شيء اللي هو القصة المرضية الروتينية، وشو الأعراض اللي موجودة ومن إمتى ظهرت والتاريخ المرضي والتاريخ العائلة وكل هاي الأمور لحتى نحن نقول إنه هذا الشخص في عنده اضطراب نفسي ولا لا. مثل ما ذكرنا ودود الافعال هاي هي ودود فعل طبيعيه، ما بنصنفها انها اضطراب نفسي. تماما. ما انا مشكله، ما انا اضطراب، ما انا مرض. تمام. انما هي بحاجه لتداخل داعم نحن بنسميه. تمام. تداخل في الدعم النفسي. تمام. ما احنا نحكي بعض النقاط اللي ممكن تكون طيب. مساعده على هذا الشيء. سؤالي، هل يوجد وسائل او مقاييس نفسيه بتساعدكم بهذه الحالات؟ ام انت بتعتمد في تشخيصك على الشيء اللي عم يرويه المجتمع حول المريض حقيقه او حول الانسان؟ اذا شكيت انا اذا شكيت هلا نحن في عنا مثل ما ذكرنا ذكرنا سابقا انه في عنا المراجع التشخيصية للاضطرابات النفسية اللي هي في المراجع سواء الأمريكية أو منظمة الصحة العالمية. تمام. اللي هي نعتمد إنه إذا كانت هاي المعايير موجودة عند هذا الشخص فهو عنده الاضطراب الفلاني. تمام. وهاي ما بحالة الأزمات والصدمات مثل هاي ما بحالة. تماماً. إذا شخص شكينا إنه عنده اكتئاب. تماماً. فهون في بعض المقاييس اللي ممكن نطبقها عليه. تمام. لحتى تأكد إنه هذا الشخص عنده اكتئاب ولا لا. تماماً. أو قلق. إذا أنت أو في هذه الحالات. اضطرابات الشدة ما بعد الصدمة تعتمد على الأعراض وتعتمد على ما يصف أهل البيت المريض. نعم. نعم. دكتور، كنت عم تقول لي أنه في عندك شيء إيجابي بدك تحكيه بآخر دقيقة أو نمو. نعم. ما بعد الصدمة. نعم. حقيقة دكتور أيمن، في عنا من الأمور اللي ننتبه لها ما بس بعض الصدمات، حديثا في كتير دراسات حول أنه بعض الصدمات ممكن يصير بدل ما يصير عنا أعراض سلبية مثل الشدة ما بعد الصدمة أو غيره من الأعراض اللي حكينا عنها، ممكن يصير عنا شيء بيسموه نمو ما بعد الصدمة. تماما. فالشخص هذا يرجع إلى مستوى أعلى من المستوى اللي كان عليه قبل الصدمة. تمام. وفي عدة نقاط من حياته، منا نقاط شخصية قوي، نقاط قوة شخصية إضافية، فلسفته في الحياة ممكن أنه تتغير. أيوة. نقاط قوة في العلاقات الاجتماعية جديدة، مهارات اجتماعية جديدة، وحتى على الجانب الروحي وعلاقته بالله سبحانه وتعالى في أقوى، في يعني دراسات اللي بتقول أنه هذا النمو بيشمل الشخصية بكل أبعاده. يعني ممكن هذا أمر ممكن أنه شفنا عليه أمثلة في واقعنا السوري من شعبنا السوري سواء في الداخل أو في بلاد النزوح والمهجر. يعني أنت تقول أنه الصدمة ممكن تأثر إيجاباً في ممكن الإنسان. وهذا مثل ما قلنا أنه في دراسات بتدل على هذا الشيء، ولكن نحن بالنقطة اللي نحطها ببالنا أنه حتى نساهم بالتعافي النفسي للأشخاص اللي مروا بصدمات، أنا بدي أتكلم بس بعض النقاط إذا في مجال من الوقت، خاصة بالنسبة للأطفال. بالنسبة للأطفال من النقاط المهمة والأساسية في التعامل مع الأطفال في أوقات الأزمات، أول نقطة هي العودة إلى روتين الحياة اليومي. يعني الطفل يعرف أنه يرجع إلى روتين حياته اليومية من ناحية وقت النوم، وقت اللعب، وقت الأكل، الذهاب إلى المدرسة،
النقطة الثانية هي العلاقة الدافئة، العلاقة الإيجابية مع المربي اللي هي الأب والأم. الأب والأم يعطوه الشعور بالأمان، بالحب، حتى المدح على الأفعال، على السلوك الجيد اللي بيظهر منه. النقطة الثالثة اللي بنحكي عنها مهمة بالنسبة للتعامل مع الأطفال في وقت الأزمات هو إعطاء المعلومات المناسبة. الطفل بده يفهم شو اللي عم يصير، فما نكذب عليه لأنه رح يحصل على المعلومة عن طريقنا أو عن طريق غيرنا. فنعطيه المعلومة اللي هو بيحتاجها، وإذا سألنا عن شيء ما بنعرفه ما نخجل نقول له إيه ما بنعرف. والنقطة الرابعة اللي هي تخفيف أو منع حتى تعرض الأطفال لمزيد من مشاهد العنف، سواء بشاشات التلفزيون أو الموبايل أو اليوتيوب أو غيرها، لأنه هاي بترجع بتخليه يعيش هاي الأحداث مرة أخرى. فبالتالي الشيء اللي بننصح فيه إنه إيقاف هذا عزل. نعم. المشكلة دكتور أحيانا حتى تكون البيئة الحاضنة للطفل غير مستعدة لتنفيذ هذه الأمور، هاي مشكلة إضافية. دكتور الحديث يطول لكن وقت البرنامج انتهى. أشكرك جدا أنه قبلت تكون معنا بهذه الحلقة، وإن شاء الله بحلقات أكثر نتوسع لأن الحديث شيق، وأعتقد أنه في كثير مشاكل في الطب النفسي نحن عم نقرأها هي مشاكل عادية. أعزائي المشاهدين عليكم العافية، ليس نصف ساعة، عليكم العافية عبر صفحة الفيسبوك نحن موجودون بشكل دائم. زودونا بكل هواجسكم الصحية، كل مشاكلكم، أي شيء تريدون أو تشاءون أن تسمعوا معلومة طبية صحيحة من طبيب متخصص. دمتم بخير.